يلا تعالى ورايا. لا 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 ما ينفعش حد، ما ينفعش خالص، ما ينفعش. هو انت بتناقشني انا؟ لا حضرتك، عشان بس هو ساعات الباشا قال التعليمات بتاعته والاوامر ان انا يعني ما تعترف. هو انا عايزاك تحب فيا يا بني ادم؟ كاس الويسكي يا تعالى لم الازازه اللي اتكسر ونضف الارض. يلا السلام عليكم. هو انت طول عمرك كده يا محروس؟ طول عمري ازاي كده يعني يا بص؟ طول عمرك يعني بتنفذ الأوامر وبتخدم الأسياد؟ طب ده من بختي يا استاذ. هو في سعادتك يعني أحسن من خدمة الأسياد؟ هو أنت مبسوط وبتفتخر إن طول عمرك مقضيه عبد في خدمة البشوات والهوانم؟ أنا قلت خدمة الأسياد سعادتك، أنا ما قلتش البشوات ولا الهوانم. يا سلام، ويا فرقة إيه؟ مش فاهم، مش هما دول أسيادك؟ لا معلش، هو لا مؤاخذة بس عشان الكلام دخل في بعضيته غلط كده، ف يعني سعادتك انا خادم ضريح، واخد بال سعادتك؟ واصحاب الاضرحه دول اسيادنا وخدمتهم يعني محبه ومحبه لوجه الله. خادم ضريح؟ اما انت كنت بتعمل ايه دلوقتي؟ وبتعمل ايه اصلا مع الباشا؟ مش بتسمع كل اوامره؟ اكتب العقد يا محروس. حاضر يا سعادة الباشا. اقعد زي الكلب يا محروس، ما تتحركش، تفضل زي الطوبة. طلق يا محروس. حاضر سعادتك. هو العبد الأسود بتاع زمان كان بيعمل إيه غير كده؟ ها؟ العبد كان بيعمل إيه؟ العبد كان بيعمل إيه يا محروس؟ رد. تمام زي الجارية حضرتك. جارية ايه؟ الجارية. اصل هما كانوا بيحكوا لنا برضه في حواديت زمان ان الجارية دي زيها زي العبد لا مؤاخذة، فيعني يعني يشيلوها كده ويحطوها زي الطوبة برضه. يعني مثلا واحد من البشوات يكون غاويها فياخدها، فبعد كده يزق منها فيرميها، وبعد كده ياخدها تاني لما يعوزها، وبعد كده يزق فيرميها، يعني وفي ثالث مرة بقى لما يزق خالص بقى يرميها للعبد. انت حيوان. مش عيب استغنى من الراجل يبقى خدام شغله واكل عيشه، هو بس العيب انه يبقى خدام وما يبقاش راجل. يا زفت، سيب ايدي. لا مؤاخذة، لا مؤاخذة، اصل انا مؤاخذة بقى. انت اصلا كذاب، شغلك واكل عيشك ملوش دعوه بالجوازه الغبيه دي، انت خدام للقرش وبس. يا ستي انا الزفت بتاع النيله نفسها. بس خلينا في ايدك دلوقتي. معلش معلش. طب بالراحه بالراحه، سمي بس كده وبالراحه. غبي يا ستي. حاضر. معلش معلش. بالراحه. حاضر حاضر بالراحه. حضرتك سليمه ان شاء الله؟ بالراحه. حركي بس صوابعك يا ستي. حركي صوابعك. الله يسلمك. حركي صوابعك. انا سمي كده وحركي صوابعك. بسم الله بسم الله. الحمد لله الحمد لله زي الفل. الحمد لله الحمد لله. يا بالشفا ان شاء الله. بالراحه. حاضر حاضر حاضر. أنا اللي أنا اللي بالراحة بزيادة بقى حضرتك، ده تالت جوان اتعميت. يا ابني مالكش فيه. وبعدين ده مسكن الألم. عشان أنا بتألم موجوعة. ألف سلام. طبعا لا مؤاخذة عشان أي بالراحة. على أساس مدام بس هو يعني بيخفف الالام وبيخف لي انا دماغي. ما تضحكي. خلاص ولا حاضر. اتفضلي يا ست اهو. يا مؤاخذة انت عمرك ما حششت قبل كده؟ حششت؟ فيك من يكتب السر ولا انت قلاب؟ اصل كل شويه لا مؤاخذه، فيعني والله انا ممكن اقول لك دلوقتي سر ما قلتوش لوزه. وزه مين؟ عارفه كيمو؟ انت كيمو. خلاص مش هقول لك. ها؟ خلاص والله ما اقول لك ده كلام والله العظيم. ثلاثه ما قلتوش من يجي 15 17 سنه كده.
ايه بقى هو؟ يعني على اساس ان احنا بقينا ابو نسب يعني. ليلى يعني ليلى 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 ليلى. قول بقى حششت. اللي واقف بيكلمك ده العبد لله عمل الكفت كله. بس زمان بقى الكلام ده في الثمانينات. كنت فين بقى في الثمانينات؟ كنت انت لسه مشروع. ده حشيش، ده كان حشيش بقى ايامها مصطفى السني. السني كان بيبقى بقى ايه عامل زي القرن كده بكاريتة على طول بريال، وتعدي الناحيه الثانيه تروحي بقى لايه للمعلم وجدي وتاخدي احلى واجب وبتاع. ومين بقى اللي بايه بيسقي؟ كان شكل. والله ده كان زمان بقى. واللي ايه لو مثلا حد مثلا يكون ايه له مزاج بقى بيعتول ويفرم في العجل، بقى فاهم؟ كان من تنول بقى وقتها والحاجات دي. وكان ايه يروح لمين بقى؟ لكوتكوت في الجياره. اما بقى لو بيحزي ايه ميه صفرة يعني. ما تشغليش بقى. المهم يعني كان ساعتها بقى في مين؟ كان في سامي، معلم سامي اللي هو في كلود بي، او مثلا دبشه. دبشه بقى كل شويه الحكومه تروح تهدي له بيته، وبعد كده ابني تاني ونروح له برده. ومره نطينا من تلت دور. عملنا الكفت كله حضرتك. وده حشيش ده. دي كانت ساعتها لما تعملي مثلا كده والله تلاقي ال يطلع لك ال ليه ده؟ ايه اللي انا بعمله؟ شفتي بقى وقعتينا في الغلط يا لهوي. بس الحمد لله كان زمان بقى الكلام ده. وبعدين ربنا تاب علينا. هو بالك بس يا ابني الحشيش ده اصلا مش حرام. يا الله. ايوه ازاي بقى يا الشيخ؟ ده زرع. عارف الزرع؟ زرع نبات. طب انا هقول لك البصل. تعرف البصل حبيبي؟ بيعملوا منه الويسكي. مش حرام؟ لا احنا هنفتي. بقول لك ايه، احنا كفايه خلينا في ايه في حزمه المعاصي الزغلله. بلاش ال هنفتي بقى حلال وحرام، وهنخش في ال ونخبط في العلل. خلينا حلو كده. لا هو حلو، هو حلو. وحتى ستي لو مشبوه بقى مكروه، وهو تلاتة مكروه، ما يعملوش واحدة حرام؟ الله؟ لا مش عاجبك وزيني برا. لا إله إلا الله. والله العظيم حاجة يعني. طيب احنا كده الحمد لله، والصوابع المرمر زي ما هم، والحاجات الحلوة زي ما هي ايه، واحنا بقى ايه نقول الحمد لله جت سليمة. جت سليمة القعدة كلها بقى في الظروف اللي السلام عليكم. يلا. اتجننت والله العظيم. انا ما انا قلت لك اتعبيت. انا اتوكل على الله. رايح فين؟ رايح اروح من؟ ايوه تروح فين؟ اروح كده كده. اللي هو فين؟ كده اللي هو كده وكده يعني. راح فين؟ ايه رايح انصرف. اعمل ايه؟ رايح هناك. رايح عشان تكمل الحلم. حلم ايه ده؟ ايه هو الحلم؟ مش فاهم اصلا. حلم ايه؟ لما طلعت لك بره عشان ادي عليك، كنت واقف بتحلم وتقول علاوس، وبتوصف عيون باحلى كلام في ضي القمر. لا والله انت متابع الحوار من اياميها؟ ايه؟ عين مين اللي كنت بتوصف فيها محروس؟ مش سامع. عين مين اللي كنت بتوصف فيها يا محروس؟ عيني انا؟ هو حل من اتنين، يا اما دقت زار عند سعديه البرنس تخرج روح محروس ده من جناب حضرتك، يا إما شيخ مبروك كده يعمل لك عمل يفك الحكاية ويفسر لك الأحلام. كل ده سرحان فيا أنا؟ ولا دي خطوة حشيش؟ يا بتاع الحشيش؟ لا مش ما فيش حشيش ولا حاجة. أنا تمام زي الفل الحمد لله. أنا بس ما تبررش يا محروس. أنا فاهمك وحاسة بيك.
انت انسان ومن حقك تعلم، من حقك كمان انك تحقق حلمك. الست اللي جوزوها لك وحطوها بين ايديك وجات لك فرصتك ليله واحده، وخصوصا وانت عايش ظلم طول حياتك. لا هو كيف الله الصدر، ما فيش اي ظلم ولا اي حاجه، الحمد لله نعمة وفضل الله. يعني انت مفيش ظلم، مفيش اي ظلم يا استاذ هانم. انا مش هانم يا محروس، انا مرادك، مرادك يا محروس. هو مرادك، مفيش حاجة اسمها جواز على الورق وخلاص، ده اسمه غش واستخفال واستهبال. وانا كمان ما اقدرش اشوف راجل بيتداس على حقه وافضل اتفرج عليه وكمان اشارك في ده. محروس انا مش كده، ده ضد مبادئي، فاهمني؟ انا مش مظلوم، انا مقطوع علي عهد مع الباشا، وانا اللي اعرفه ان الراجل بيتربط من لسانه وما فرطش في وعده. السلام عليكم. انت فعلا خدام كلاب، واطي وهتفضل واطي. واطي واطي؟ ايوه واطي، ده اقل وصف يليق بيك. جات لك فرصه لحد عندك انك تتحرر من القيود والناس اللي بتدوس عليك بالجزم، وبرده عايز تفضل واطي، وجاي في الاخر تعمل فيها الذكر، وجاي تكسر ايديا عشان قلت عليك عبد. لكن انت في الحقيقه واطي واطي. انت نصابه. انا نصابه؟ نصابه، تستاهل الغلبان بالغنى بتاعك، الظلم والحلم والحق والبطيخ، كل ده في الاخر بلح. اشتغلت نصابه. انت بتستعبط عليا ولا ايه؟ اتسطلت عليا؟ لا اتجننت؟ انت اتجننت عليا واتسطلت؟ لا وانت الصادقه، انت اللي ضاربه ومعميه وطلبت معاك يبقى زبلدي شويه طرش على قرن فلفل. وانا لو عبد، لو واطي، كنت نخيت تحت رجليك وقلت لك اتفضلي بالهنا والشفا. ياه، طب ما انت فاهم وحاسس، بس بتستعبط مش كده؟ يا سلام، طب انت كمان بتستعبطي اهو. بصي بقى، لي قد ايه قرص عليك، ولا اتوجعتي ولا صرختي ولا اتكسر لك عظم؟ عشان انت غبي، عارف ليه؟ عشان في وجع بيكسر وفي وجع بيداوي. فاهم وانا عاملين فيها ذكر؟ فين رجولتك؟ صاحب كلمة عامل فيها ذكر فين؟ يا شيخة تهدي بقى، الله يخرب بيت شيطانك. راجل راجل حواليك دلوقتي رلع ولا ولا أي نيلة زرقاء. بصي اللي حضر العفريت يستحمل جنان أهله. بس انت هتفتي دلوقتي عنك انت الطلعه دي، والنبي عنك انت الطلعه دي. بس بقى محروس حق يا مولانا. حجك حجك يا محروس. انصرف بقى كلكم، اسمعي بس اما اقولك. حجه